كابتن سيد، مساء الخير. الفل يا كابتن اسلام، ازيك؟ الحمد لله حبيبي، ربنا يخليك. انت عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كابتن سيد، خليني بس اسال حضرتك سؤال، وبعدين كلاعب كوره بقى او نجم في كره القدم، هي العضله الخلفيه ممكن تقعد قد ايه؟ اقل حاجه ليها يعني. والله بص، يعني طبعا هي كل الناس اللي عارفه او مختصه او لاعب كوره طبعا بتاخد وقتها، سواء كانت يعني اجهاد او شد او مزق من درجات، يعني الاول والثاني والثالث، فبتحتاج فتره. ودايما حتى من واحنا صغيرين يقول لك العضله الخلفيه دي خداعه، خداعه. يعني دايما ممكن تبقى خلاص انت عملت حاجات كتير جدا، وفي اطار الاستعداد والنزول والجاهزيه يعني، وبعد كده تلاقي حاجه خطر. هي ده عملت تقعدك شهر ونص، شهرين. طبعا هي المشكله لو فيها يعني حمل ولا حاجه او اجهاد، فبيبقى ده مؤشر لشده ومؤشر لمزق زي ما معناه. طب كابتن سيد، انا امبارح، معلش خليني اخش في الموضوع على طول، امبارح انا قريت خبر بناء على الجهاز الطبي للمنتخب الوطني ان حمدي فتحي عنده شد ومحمد الشناوي عنده شد. النهارده معرفش قريت خبر تاني بيقول ان الاثنين جاهزين للمباراه. يعني ايه راي حضرتك في او يمكن عندكم معلومات اخرى؟ معرفش. لا يعني طبعا احنا على تواصل شديد جدا، سواء كان مع اللعيبه او الجهاز الطبي، او حتى النهارده كنت بتكلم مع الكابتن وائل جمعه في نقط مهمه جدا. المصلحه مشتركه، مصلحه كبيره جدا ما بين الاثنين، وبيمثلها او العنصر الاساسي فيها هو اللاعب. اي مؤشر او اي احساس او اي نوع من البدايات لحاجه بتبقى فيها طبعا الراحه افضل يعني. يعني لان انت النهارده داخل على مرحله، سواء كان على مستوى الانديه او مستوى المنتخبات، بالظبط مستوى النادي ومستوى المنتخب، يعني بطولات هي الاهم في الفتره اللي جايه. فده كان كلامي حتى مع كابتن وائل، وهو متفاهم الوضع جدا، وقال لي طبعا يعني حتى لو اي حد حس باي حاجه هتبقى فيها طبعا الافضليه ان هو يريح. انت النهارده مش هتبقى مستحمل في يعني مؤشر جالك، فسواء كان جهادي حتى، مش عايز اقول شد، لكن لو كان الموضوع جهادي مش شد حتى، فده مؤشر لحاجه جايه ممكن لا قدر الله تبعد فتره طويله، ففتره حساسه، فتره كمان مش مساله بالظبط كده دوري، فانت هتلحق نفسك بعد مباراه ولا اثنين. احنا داخلين على سوبر محلي وهي مباراه واحده، وكمان هم داخلين على حاجات ثانيه، سواء كان المنتخب يعني كان بطوله العرب او بطوله كاس الامم الافريقيه. فلو حتى الموضوع عباره عن اجهاد، ولو حتى بنسبه 5%، مش عايز اقول 50%، عايز اقول 5%، فده مؤشر خطر يعني. بالظبط يا كابتن سيد، وهو ده المهم، ان معنى ان في اجهاد، معنى ان بعد الاجهاد ده اقل درجات الاصابه. فمعنى ان لو الاجهاد ده، طالما في اجهاد، معنى كده ان اللي بعد الاجهاد بتبقى مشكله اطول. يعني خلينا نتكلم طبعا، يعني زي ما قلت لك الامر مصلحه مشتركه طبعا. الاولويه دايما بتبقى للجاهزيه. هي المشكله عندك الديفندرين اللي موجودين او الاثنين في نص الملعب، هو حمدي فتحي وعمرو السوليه. نعم. الاسماء يعني، وطبعا الشناوي ورا، هم اكثر لعيبه يعني اللي بتتعرض للاجهاد، لان الاختيارات في الاول كانت يعني معتمده على ده في العناصر التشكيليه الاساسيه يعني. على مدار الاربع مباريات باستثناء مباراه لبنان او مستأسف مباراه السودان، حمدي فتحي هو اللي ما لعبهاش. باقي المباريات يعني هتلاقي الشناوي لاعبها كلها، هتلاقي عمرو السوليه معظمها بنسبه كبيره، هتلاقي حمدي فتحي لما كان عوض في مباراه لبنان وبعد كده ما لعبش مباراه السودان، لكن لعب تاني مع واجبات المركز ده تحديدا، يعني كان عمرو السوليه وحمدي فتحي. فالخوف، كل الخوف على الاثنين دول. فمؤشر حمدي فتحي مع المركز اللي هو فيه، فيخلينا حاطين ايدينا على قلبنا، لان ده مركز انت عارف كويس قوي بيعتمد على كميه جري رهيبه جدا، يعني ما بين بوكس بوكس يعني من 18 ل 18 بعرض الملعب وطوله، مع الالتحامات وقوتها، مع المؤشر اللي حصل ده، فهو ده اللي مخلينا قلقانين يعني. فلو في عرضه ولو نسبه 5% ولا 10%، انا اعتقد ان الجهاز الفني هيتفاهم ده تماما، ان الجهاز الطبي هيتفاهم ده تماما يعني. لو سليم 100% طبعا ما فيش مشكله يعني خالص، يعني يلعبوا ان شاء الله طبعا، يوصلوا باذن الله تعالى. طيب. ويفرحوا الجاليه، سواء كانت هنا في مصر او احنا هنا في مصر، بالبطوله كلها باذن الله، ويرجع منتخب مصر بالبطوله باذن الله يا رب ان شاء الله. كابتن سيد، برضو عايز اسالك عن ايمن اشرف. ايمن اشرف عنده جزء في الرباط الخارجي، ايه اللي ممكن يحصل مع ايمن خلال الفترات القادمه؟
احنا متواصلين، كنا شفنا الاشاعات بتاعتنا وبتاعت ايمن وكمان علي معلول. يعني كمان يعني ما انا بالنسبه لسه لك علي معلول هسألك. طبعا يعني علي وصل لمرحله كويسه جدا، ما كانش في استعجال، وفي تواصل مع الجهاز الطبي برضه للمنتخب، مظبوط. وفي تواصل مع الجهاز الطبي للمنتخب المصري طبعا، يعني سواء كان المنتخب الطبي او المصري او المنتخب التونسي، يعني في تواصل مستمر. ايمن خد خطوات برضه مش وحشه قوي، لكن مقبوله ومعقوله يعني، لكن انت مش هتقدر تحدد امكانيه المشاركه ولما يرجع غير لما تشوف يعني. تمام، فاحنا بنحاول ان احنا يبقى نوصل على جاهزيه كبيره جدا لما نوصل ليوم 22 طبعا، لكن ضغطه المباريات واهميتها وعصبيتها، خلي بالك كمان يعني البطوله عامله اجواء رائعه جدا بالظبط. وممتازه جدا الحقيقه جدا يعني، والواحد بعد اللي شافه ده يا رب تتعمل على فترات قريبة. قريبه مش بعيده، لان عمل نعم التواصل رهيب جدا مظبوط. ما بين الشعوب العربيه كلها الحقيقه جدا، وشكل المدرجات والالتحام اللي بيبقى موجود في المدرجات رائع جدا. لكن خلي بالك في حته يعني ما حدش واخد باله منها خالص، يعني اتفضل. الحاجات دي بتبقى فيها يعني حماس زياده شويه، يعني بالظبط. دايما منتخبات امبارح عربيه مباراة المغرب والجزائر شفت عاملة ازاي؟ يعني بدر طبعا. بانون، يعني امبارح انا لسه عايز اسألك برضو عن بدر بانون. بدر كان في اتفاق خلاص بيني وبينه ان هو هيفضل هناك في المغرب، خلاص هياخد بكره وبعده اجازه. نعم. تمام، هيفضل اسف في قطر، هياخد بكره وبعده اجازه في قطر، وبعدين هنديله هنبعت له برنامج تدريبي يعني هيكمل بقى هناك لحد ما نوصل ليوم الجمعه ان شاء الله لغايه لما النادي لما النادي الاهلي يوصل لقطر ان شاء الله. ان شاء الرحمن. فعايز اروح بس لقوه الماتشات الحماس. وحساسيتها، فده خلي بالك يعني مع الحمل البدني اللي بيبقى موجود مع الماتشات واستمراريه اللقاء لحد 120 دقيقه، فانت لو عندك اي مؤشر اي مؤشر عضلي فدي هتبقى فيها خطوره، مشكلة كبيرة لان جدا. كل اطراف جسمك شغاله اصلا، صح. يعني في ذهني شغال، عصبي شغال، يعني بدني بشكل كامل شغال، فدي كلها بتبقى بتدي احتماليه للاصابه لو انت مش جاهز 100% بتبقى وارده بشكل كبير يعني. فاللي اتمناه ان لو في لا قدر الله احساس ولو 5% او 10% لا يبقى بلاش احسن، لان كل واحد بيبقى مسؤول عن قراره، لان انت الفتره اللي طبعا جايه يعني احنا عندنا التزامات كنادي، والمنتخب كمان عنده التزامات، فعشان ما نخسرش حد في مرحله هتبقى مهمه قوي. وكمان يا كابتن الخطوه لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله على الاقل على الاقل فيها شهر، من شهر لشهر ونص يعني بعد الاجهاد بيبقى كده، ولا انا بتكلم كلام غلط؟ طبعا على حسب بقى الاصابه على حسب، بس وقوتها. هي مش اقل من شهر طبعا يعني، الخلفيه مش اقل من شهر. بتبقى الدنيا صعبه يعني. يعني حمدي فتحي خلي بالك حتى في مباراه الجزائر نفسها يعني هو اشتكى في اخرها، ممكن يشتكى في بالسمانات الماتش اللي فات، اشتكى بالخلفيه، لان حمدي بعد مباراه لبنان خد 3 4 5 ايام مفيش تمرين، صح، لان هو كان حصل ارتجاج خفيف فقعد. في الخبطه بتاعته، فكل ده يعني مؤشر يعني. لكن لو ان شاء الله الرحمن يبقى كويس باذن الله ما حدش يتعور، وباذن الله الدنيا تبقى كويسه، وباذن الله الشناوي يا كابتن نرجع في البطوله باذن الله. الشناوي برضه هي مؤشر برضه زي ما انا قلت، وعلى حمدي هو نفس الموضوع بتاع الشناوي، احنا متواصلين، لكن انا برضه زي ما قلت لك كان في اتصال ما بيني وما بين كابتن وائل الجمعه، وهو الراجل اكد على نفس المعنى ونفس الكلام، لو اي حد عنده اي احساس باي نسبه مئويه وحتى لو كانت 10% ان شاء الله الرحمن ما يبقاش في مجازفه. ده كلام محترم جدا. طيب كابتن سعد عبد الحفيظ، لازم اختك على وهل النادي الاهلي، لان ده السؤال اللي انا بساله حتى الناس مستغربه عماله تبعت لي ايه يا عم اسلام، وانت لو هل النادي الاهلي نادي مصري ولا نادي اخر؟ يعني انا الحقيقه بصراحه مستغرب جدا. كابتن خطيب في انترفيو قبل الانتخابات كان بيتكلم عن في وسط المواضيع، وهو بيتكلم وحذر ان يا جماعه هيبقى عندنا مشكله كنادي اهلي، لان النادي الاهلي هو اكتر نادي في مصر بيمول المنتخبات المصريه، وبالتالي على الاقل خلينا نتكلم في دلوقتي 5 لاعبين موجودين في المنتخب المصري، لو فضلنا بنفس هذا العدد والنادي والمنتخب الوطني وصل الى المباراه النهائيه في كاس الامم الافريقيه هيبقى عندنا مشكله كبيره جدا يا كابتن سيد. غير المحترفين الافارقه بقى اللي بيلعبوا في المنتخبات، علي ومالي وتونس والمغرب، يعني مش عارفين برضو هنعمل ايه يا كابتن سيد. طبعا يعني انت اولا الاختيار او تضارب المواعيد ده لغز، دي حاجه غريبه جدا. لا هيجي يوم وهنفهمه يعني، الموضوع مش عادي يعني، مش صدفه ابدا،
ولا دي وشوش الموضوع متفاجئ بالميعاد. فدي برضه حاجه تحيرك الصراحه. يعني اللقاءات والابتسامات او التعامل ده مش يعني دايما لما هبقى معاك في حاجه انت فاجئتني وانت صاحب القرار في حاجه مش فير بالنسبه لي، فاكيد تعبيره وشي هتبقى باينه، يعني تعبيره وشي. لكن لو انا عندي خلفيه بميعاد سابق وكل حاجه، الموضوع يعني في حاجه مش طبيعيه الصراحه. اثنين، هو يعني هو بتتكلم في عدد، ما بتتكلمش كمان في امكانيات وقدرات، انت بتتكلم في عدد. يعني هطرح سؤال، يعني هو انا لو قلت لتشيلسي روح بكل ب 40 لعيب مش ب 23، بس ال 11 اللي بيلعبوا اساسيين مش موجودين معاك، هيوافقوا؟ لا طبعا مش هيوافقوا. او هيبقى ده فين بالنسبه لهم؟ مش هيوافقوا ولا فين؟ السنه اللي فاتت يعني والنبي يروحوا لكاس العالم للانديه، بس لعيبه المنتخب الالماني ما يبقاش معاكوا؟ ده يعني ده برضه يعني قرار عجيب جدا. ما اعتقدش ان في اي نوع من، سيبك من الفير والعدل والكلام ده كله، لان الكلام برضه يعني واضح ان هو بيبقى في الاستهلاك المحلي، لكن انهي منطق ده، او انهي يعني قرار انت تسمع بيه او يتقال لك فتمر مرور القرآن كده يعني. لا والغريب اثنين احنا مسؤولين بالنسبه لهم، او هم مسؤولين بالنسبه لنا، يعني الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي. يعني انت لحد وقتنا هذا لا سمعت ده مثلا قال كلمه فيها استنكار ولا ده قال. ويا كابتن سيد معلش انا اسف جدا، انا كل يوم بشوف لقاءات للكابتن احمد مجاهد، وانا بقول اهو على الهوا للكابتن احمد، ولسه حاطط الصوره للكابتن احمد مجاهد من اسبوعين ثلاثه، كان في افتتاح مشروع الهدف والمنتخبات القوميه، كان انفنتينو موجود رئيس الاتحاد الدولي، وكان موتسيبي موجود رئيس الكاف، افتتاح كاس العرب كانوا قاعدين جنب بعض، والكابتن احمد مجاهد المفروض ان النادي الاهلي بيتكلم من خلال الكابتن احمد مجاهد. فحاجه غريبه جدا يا كابتن، انا خليني انا اللي اقول الكلام ده، لانه انا مستغرب جدا. هو ما ينفعش في قاعده زي دي يا جماعه، النادي الاهلي عنده يوم كذا مباراه افتتاحيه، والمنتخب المصري عنده يوم كذا مباراه نهائيه، ما ينفعش نحل الموضوع ده؟ هو الموضوع كمان مش موضوع ان انت يعني بتستعلم يا اسلام، ده موقف. ده موقف، الموقف بالنسبه لك انت لازم تبقى واخده ومصمم عليه، وحتى لو ما تحققش بس انت موقفك يبقى ثابت، لان على عبر التاريخ زي ما بيقولوا يعني. انت كاتحاد مصري او اتحاد افريقي اللي بيمثلك في البطوله ديت هو النادي الاهلي. بغض النظر بقى يعني كان النادي الاهلي محبب ليك مش محبب ليك، اتحاد محبب للاتحاد الافريقي مش محبب للاتحاد الافريقي، دي قصه ثانيه. لكن ده اللي بيمثلك يعني. يبقى في المفروض يعني يبقى في نوع من التصميم واشبه باستنكار بشكل كبير جدا، وتبان حتى في التعامل. لكن انا اشك من اللقاءات ان الموضوع ده معروف من فتره على فكره. باين جدا ان هو معروف من فتره. طب ايه اللي هيحصل؟ طب انا هتعامل معاه ازاي؟ طب وايه اللي هيبقى يتم حله ازاي؟ طب انا يعني هم بداوا كمان يبعتوا لك يقول لك انت عندك قائمه اوليه زي يوم 3 ويوم 24. طيب يعني يوم 23 مثلا، يعني طب انا لو حطيت 23 اسم منهم 11 واحد ولا 10 افراد ممكن ما يبقوش موجودين معايا، صح؟ طب ازاي يعني اكمل البطوله ولا ابداها ازاي يعني؟ يعني السلسله مش عايز اقول المتضرره هو النادي الاهلي فيها، لكن كلهم سواء كان الاتحاد الدولي او الاتحاد الافريقي او الاتحاد المصري اللي هم اصحاب القرار واللي حاطين الاجنده المواعيد ديت، سواء كان كاس العالم للانديه او نهائي كاس الافريقيه. وبيطالبوك ان انت اللي تحل. مش عارف ازاي. لا تحل ازاي يا كابتن؟ لا معلش، ما انا محتاج اعرف. انا دلوقتي كنادي اهلي شاري لاعبين بكل لاعب بثمن قد كده علشان اكسب البطوله الافريقيه، وعلشان طبعا اروح العب في كاس العالم للانديه، وبعد واشرف افريقيا في كاس العالم، ولو انا وصلت اقصى حاجه وصلت لها ثالث العالم، انا عايز المره الجايه او كاس العالم اللي جاي ان انا انظر لحاجه افضل لو كان في استطاعتي، وبالتالي انا بادعم لاعبتي وبادعم الفريق بتاعي وبدفع فلوس قد كده علشان مسابقه زي دي، وفي الاخر تيجي تقول لي لا انت يروح منك 10 او 11 واحد. انا مش فاهمها يا كابتن سيد. لو خدناها بالنسبه للتسويقيا حتى تسويقيا، يعني كاس العالم للانديه اللي فاتت لما كانت في قطر وكان فيها بايرن ميونخ، يعني المباراه الثالث والرابع اتلعبت في نفس الملعب اللي هيتعب عليه الاول والثاني، مظبوط؟ مظبوط. الحضور الجماهيري اللي كان موجود في الثالث والرابع من النادي الاهلي بالمرات هو نفس الحضور الجماهيري اللي كمل المباراه بتاعت المباراه النهائيه اللي كانت معاه، هو اللي عمل المنظر في المباراه النهائيه. هو اللي عمل ده. انت لمست كمان كاتحاد دولي يعني القوه الجماهيريه اللي كانت موجوده
والعدد الجماهير اللي كان موجود في فتره كان محدد فيها الاستاد. النهارده منتخب مصر هو بيلعب في قطر يا اسلام، شوف الساحه الجماهيريه بتبقى عامله ازاي. مظبوط. مباراه الاردن تقريبا كانت 40,000، 40,000 لو انت بتتكلم على التواجد الجماهيري للنادي الاهلي، فهيبقى في البطوله دي كبير جدا جدا جدا. فانت كمان يعني حتى بتحرم فرقه من القوه المميزه بالنسبه لها بعدد حضور جماهيري هو الاعلى، مع احترام لكل الانديه طبعا، يعني مع احترام لكل الانديه طبعا اللي مشاركه في البطوله، لكن هو القوه الجماهيريه الاعلى. الحاجه الاهم من ده، هو انا مش من حقي كنادي وانا بلعب بطولات ممكن تزود من الموارد اللي عندي، مفيش غير بطولتين هما اللي بيزودوا الموارد بشكل يعني دوري ابطال افريقيا وكاس العالم. بس هما دول اللي بيدوا لك يعني فلوس تقدر تمشي بيها السنه اللي بعديها. انت حتى بتحرمني شويه، يعني انا بتتعاقد مع لعيبه طبعا عشان الامور التسويقيه بتعلى، تعرف السوق بيعلى، البث عندك بيعلى، التسويق عندك كاسم نادي بيعلى، ببطولاتك سواء كانت محليه او قاريه، لكن انا بتكلم على اللي بيدخل لك بشكل سريع، يعني دوري ابطال افريقيا وكاس العالم للانديه، فانت حتى ده ما بتبصلوش اصلا، غريبة ما بتبصلوش جدا. بشكل كبير. طب حلها ازاي يعني؟ انا بالظبط انا عايز اعرف، هل النادي الاهلي في دماغه حل يا كابتن سيد؟ انا الحقيقه انا حاجه غريبه جدا ان انا تحط لي وتقول لي حل، تحط لي المشكله وتقول لي حل، احل ازاي يا جماعه؟ لحد دلوقتي ما حدش كلمك حتى، يعني اولا ما جاتليش معلومه خالص ان حد يتكلم معانا وقال لي طب تعالوا هنحل الموضوع ده ازاي؟ وكان انت لوحدك يعني عايز تحله حله، ما تحلوش، عايز تطنش طنش، يعني ما فيش تواصل. اقصد ممكن يا كابتن يبقى في سياسة الأمر الواقع مثلا إن هو ده اللي موجود، ويعني مش هنرد بقى وهي الدنيا كده. بص يا اسلام، لو انت اشتغلت بالشكل ده الكل هيبقى خسران، الكل هيبقى خسران، لان انت انا فهمتك كويس قوي وعرفتك كويس قوي، فخلاص بقى انا هتعامل معاك بنفس المبدأ دايما. بس هو اللي في ايديه الموضوع يا كابتن، يعني الاتحاد المصري، يعني هل الاتحاد المصري ما ردش على النادي الاهلي لغايه دلوقتي في كل الجوابات اللي انا ما عنديش معلومه خالص؟ لا، وانا معلومة. اللي انا عارفه ان لا ما ردش، يعني ما عنديش خالص. فانت لو بتتكلم يعني برضه غريبه جدا ده. لو بتتكلم بالشكل ده في اللي جاي يا اسلام، اللي جاي يعني انا عندنا المعلومه باينه بقالها اكتر من 15 20 يوم. مظبوط، ده ما كانش اكتر من كده كمان. ماشي، لان لو قلت تصريح انا سيد عبد الحفيظ، لو قلت تصريح على كابتن عصام عبد الفتاح ولا كابتن محمد يا الحارث ولا حاجه، ابيض يا تاني يوم، ابيض تاني يوم الدنيا بتتهد. لا مش تاني يوم، ده بعدها بخمس حاجه زي دقيقة. دي حاجه زي دي بالشكل ده، بالشكل المعتاد ده، بالجوابات اللي بعتناها دي، بالموقف بتاع الاتحاد الدولي ده، بالموقف بتاع الاتحاد الافريقي ده، محدش قال لنا انتوا بتقولوا ايه ولا بتروحوا ايه ولا بتعملوا ايه ولا هتفكروا ازاي ولا هنبدا نتعامل ازاي ولا الطريقه في التعامل هتبقى عامله ازاي ولا المساعده هتبقى عامله ازاي ولا انتوا عايزين ايه ولا الخطوات اللي ممكن ناخدها مع بعض ايه، حتى لو ما نجحتش. انت عارف يا كابتن سيد، لو في خطوات او لو في حد ابتدى، ايه اللي هيحصل؟ حضرتك هتتفاهم بعض الامور كنادي اهلي، يعني هيتفاهم والناحيه الثانيه هيتفاهموا، وفي الاخر قد نصل الى حل يتيح للنادي الاهلي ان هو يلعب بكل لعيبته، ويتيح لمنتخب مصر ان شاء الله لو وصلنا للنهائي او منتخب تونس او كذا او كذا، ان احنا نلعب ان هو يلعب بلعيبته. بص يعني هي في حاجات برضو الحياه بتعلمك شويه حاجات، يعني هي مش هتعدي على واحد او مش هتعدي على اثنين غير لما او هتروح لاثنين غير لما تعدي على واحد. يعني احنا النهارده عندنا مشكله كبيره مستقبليه، المشكله الكبيره المستقبليه ديت انا يعني ما عنديش حل فيها خالص دلوقتي خالص. ولا حد قرب لي ولا حد كلمني ولا حد قال لي تواصل معايا خالص، يعني تمام خالص يا يعني كابتن سيد، ولا اتحاد كوره ولا اتحاد افريقي، اتحاد مصري ولا اتحاد افريقي ولا حاجه خالص؟ لا لا، ما حدش كلمني في حاجه خالص، بالعكس. ولا حتى بشكل ودي مثلا فلان كلمك يا كابتن سيد والله كذا؟ حتى لما بتيجي تتكلم مع حد بشكل ودي، يعني ما بتكلمش على الاتحاد المصري، يعني عموما عموما يعني مع الناس بشكل، حتى الناس اللي هي مش منوطه او مسؤوله، ما حدش متفاهم الوضع، ما حدش متفاهم الوضع ولا قبله ولا يعني ولا قادر يوصل لقرار يا راجل. ده الاتحاد ده تشيلسي عنده ماتش يوم 13، تمام، البطوله نفسها عمرها ما هتتاخر ليوم 13، يعني انت ممكن تلعب 7 و10 و13، يعني ممكن تلعب 7 ممكن لو بدرت النهائي شويه، لو بدرت النهائي بتاع امم افريقيا شويه، بدل ما يبقى 6 يبقى 4 مثلا، وضغطت المباريات اوكي، وضغطت المباريات ولا حاجه، بدل النهائي بدل ما يبقى يوم 6 يبقى يوم 4، وخليت كاس العالم يوم 7 و10 و13، حتى ده محدش قبله. ليه؟ لان تشيلسي عنده ماتش يوم 16،
يعني ما حدش يقدر يهوب ناحيه الاتحاد الاوروبي، ما حدش يقدر يهوب ناحيه الاتحاد الاوروبي خالص. ما حدش قادر يهوب يقول للاتحاد الاوروبي معلش اجل لتشيلسي ده مباراه دور الثمانيه ولا حاجه في يوم، بدل ما تبقى 16 تبقى 17 مثلا. ما حدش قادر ياجل يوم واحد. ما حدش قادر ياجل يوم واحد. تمام؟ ليه؟ لان في اتحاد اوروبي هناك، في الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي، الاتحاد الافريقي هنا ما حدش قال لك حاجه خالص. ما حدش بيرد يعني الموضوع بقى سايبينه كده، انا ما اعرفش، انا متخيل ان انا عملت اتصالات كتير اليومين ثلاثه اللي فاتوا، كله بيقول لك ما خلينا نشوف طيب الدنيا، خلينا نشوف ايه يا جماعه؟ يعني ايه خلينا نشوف؟ افرض النهائي مثلا مصر وتونس، مثلا مصر ومالي. انت فاهم؟ طب انا هعمل ايه انا كنادي اهلي؟ الناس اللي انا دافع بيها الفلوس دي كلها. كابتن اسلام انت بتتكلم على قبل النهائي، قبل النهائي يعني انا بقول لك يعني قبل يوم اثنين وثلاثه. طب لو النهائي قبل النهائي ده مالي وتونس ومصر. صحيح صحيح. تمام؟ صحيح. فانت بتتكلم على 11 لعيب عندي، 11 لعيب. صحيح. 11 لعيب وهم يعني ما فيش في الكوره اساسي ولا احتياطي. انا الحقيقه مش عارف، انا الحقيقه مش عارف الموقف ده انت كنادي اهلي بتتحط فيه ومطلوب منك ان انت تحل، انا ما اعرفش تحل ازاي، يعني يا جماعه من فضل حضراتكم كل جمهور النادي الاهلي ابعتوا لنا قولوا لنا هو الموقف اللي زي ده انا احل فيه ازاي؟ انا كنادي اهلي يعني احل فيه ازاي؟ مهندس احمد مجاهد السنه اللي فاتت عملها فيا برضو، عملها في النادي عندنا. نفس الكلام في المنتخب الاولمبي، نفس الكلام. وخسرنا الدوري. لا السنه اللي فاتت، السنه اللي فاتت جالنا وقعدنا واتفقنا على المنتخب الاولمبي وحاجات المنتخب الاولمبي. المنتخب الاولمبي خرج من البرازيل الساعة واحدة ونص، كان بعيد لي جواب هتلعب بعد بكره مع وادي دجله. ايوه صح. وبعدها بيومين تلعب مع سيراميكا. عادي جدا. يعني فالموضوع باختصار شديد يا سام، بس يعني خلينا نعدي واحد الاول. يعني انا بفكر كده، يعني انا بفكر كده. بفكر ان انا اعدي بس ماتش السوبر الافريقي لان ده ماتش مهم جدا. بطوله مهمه جدا. تمام؟ املي ان لعيبه المنتخب كلها كفايه عليا ايمن اشرف ومش عارف موقف علي معلول لحد دلوقتي، امل ان حمدي فتحي يكون سليم 100%، لو مش سليم 100% يعني لو مش سليم 100% يعني 99% ما يلعبش يا كابتن. اتمنى ان ما يبقاش في مجازفه عليه خالص نهائي، يعني اتمنى ان الشناوي يبقى سليم 100%، لو مش 100% برضه ما يبقاش في مجازفه خالص. قفشه يكون 100%، محمد شريف يكون 100%، اكرم توفيق يكون 100%، انت عندك 7 لعيبه ومهمين جدا بالنسبه لنا، مهمين جدا جدا طبعا مشوارنا، عندنا مباراه سوبر يوم 22، مفيش وقت خالص اطلاقا يعني. عندنا فرقه الرجاء فرقه محترمه وفرقه كبيره وفرقه يعني عندها برضو تاريخ كويس قوي قوي في اللقاءات الافريقيه واللقاءات ما بين الكره المصريه. فاخلص رقم واحد بالنسبه لنا اللي هو كاس السوبر باذن الله. مش عايز اقول افكر بعد كده في كاس العالم للانديه، لكن يعني خليني اشوف بطوله جايه، امل ان الكل يبقى سليم، الكل يبقى معافى، لو في اي شك طلب يعني زي ما يعني بقوله في منتهى الصراحه، يعني لو في اي شك المصلحه واحده، لو في اي شك هتخسره في الماتش اصلا وبالتالي هتخسره فتره كبيره، هتخسر تغيير وهتغير حاجات كتير. اللعيبه كلها تبقى سليمه 100% باذن الله، ولو سليمه 100% خلاص مفيش مشكله، ربنا ان شاء الرحمن باذن الله شكلها البطوله رحلنا باذن الله، عشان خاطرنا وعشان خاطر الجماهير اللي موجوده في قطر، الجماهير المصريه اللي موجوده ومأزره المنتخب هناك ان شاء الله. لكن لو في شك اتمنى يا رب ما يكونش في اي مغامره لاي حد. يعني بعديها هنبص على رقم 2 بقى اللي هو ماتش الدوري مع فيوتشر اللي هو اتحدد له يوم 26، وبعد كده هنشوف الشكل اللي ما عنديش حل ليه خالص، ولا اقدر اتكلم فيه بشكل مثلا عقلاني، ولا اقدر احله ازاي واقول للمدرب ايه. يعني ما عنديش حاجه مثلا اقدر امشي عليها خطوات. يعني كل اللي اعرف اقول لك، كل اللي اعرف اقوله لك او اللي اقدر اقوله لك، كل ما هتقول لي حاجه اقول لك والله ما اعرفش. يعني ما اعرفش المطلوب ان انا اخش ب 23 لعيب منهم 10 مش معايا، يعني احلها ازاي ما اعرفش. خلينا نعدي واحد بس الاول ومحدش يبقى متعور، ونخش على السوبر الافريقي باذن الله، واحنا جاهزين 100% باذن الله. انا بشكرك يا كابتن سيد، وانا اسف جدا ان احنا طولنا، ولكن كنا محتاجين ان احنا نعرف كل هذه المعلومات. شكرا جزيلا للنجم الكبير ومدير كره القدم في النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ.